يعني في الحقيقة مصر على مر العصور ويعني كتب التاريخ أيضا ذلك إن هي كانت رائدة في مجال تلاوة القرآن الكريم تحديدا، وعندنا أسامي يعني سطرت اسمها بحروف من نور وحروف من ذهب في هذا المجال. بنتكلم على الشيخ محمد رفعت الحصري، بنتكلم على رفاعة الطهطاوي، بنتكلم أيضا على أبو العنين شعيشة، ونماذج كتيرة قوي بقى، حدث ولا حرج عبد الباسط عبد الصمد. في شاب مصري من محافظة المنوفية، هو طالب بكلية الطب جامعة المنوفية، قدر ان هو يفوز بالمركز الثاني على مستوى العالم كممثل مصر في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم. المسابقة أقيمت بمدينة قازان في روسيا بمشاركة 70 دولة، وهو معانا دلوقتي عبر تقنية زوم، وهو الطالب محمود خالد سويد الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم. بنرحب بيك يا محمود، مسابقة العالم، آسف، على مستوى العالم. بنرحب بيك يا محمود، ويعني في الحقيقة إنجاز يعني كلنا فخورين بيك. يعني الله يكرم حضرتك، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني قول لنا بقى رحلتك مع حفظ القرآن الكريم تحديدا بدأت امتى، الحمد وازاي لله نميت الموهبة دي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. وانا عندي 3 سنوات، الوالد والوالده ربنا يحفظهم ودوني احد كتاتيب القريه، نعم، حفظت القرآن وانا عندي 10 سنوات ختمته حفظا. لا لحظة، هو الكتاب لسه موجود في القرية عندكم؟ لسه موجود، وقريتنا فيها ما يقرب من 10 كتاتيب، يعني فيها القرية اهتمام اسمها ايه بحفظ يا محمود؟ القرآن. 100 خاقان. ها تمام. بعدها بدأت مرحلة المراجعة وتثبيت الحفظ وتجويد القرآن وحفظ متون التجويد والاشتراك في المسابقات. يعني المسابقات كانت في القرية عندنا، بعدها مسابقات على مستوى مدينة شبين الكوم والقرى المجاورة ليها، بعد كده مسابقات على مستوى محافظة المنوفية، بعد كده مسابقات على مستوى الجمهورية زي مسابقة الجامع الأزهر ومسابقات الأوقاف والخرافي وغيرها وغيرها، لحد ما ربنا أنعم علينا بالمشاركة في المسابقات الدولية سواء في مصر أو بره مصر. محمود طبعا ببارك لك مرة تانية وبعد التحية. طيب خلينا أعرف السادة المشاهدين، إمتى ختمت القرآن وأنت عندك كام سنة بس يعني ختمته حفظا أنا القرآن الكريم؟ ختمته بالظبط يوم 17 أكتوبر 2006، كان عندي 9 سنين ونص. ما شاء الله ما شاء الله. طيب محمود، يعني ده يخلينا نطلب منك طلب ورجاء، اللي احنا بقى يعني تسمعنا ما تيسر من ايات بقى، احنا في يوم الجمعه وعاوزين نسمع بقى صوتك في هذا الترتيل ماشي. للقران الكريم. يعني ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، يعني ربنا يفتح عليك يا ما شاء الله. الله يكرمك. طيب محمود، كلمنا بقى عن المسابقة، يعني عرفنا انت ازاي اشتركت في المسابقة، ايه الدافع اللي خلاك تقرر تخوض هذه المسابقة، هل اشتركت في مسابقات قبل دي ولا لا؟ اولا طبعا اكيد شاركت في مسابقات كتير جدا جوه مصر عشان اجهز نفسي لتمثيل مصر، يعني في مسابقات خارجية، في هيئتين في مصر بيرشحوا للمسابقات الدولية، هيئة وزارة الأوقاف ده رقم 1، ورقم 2 هيئة مسابقة بورسعيد الدولية. فأنا تقدمت بطلب ترشيح للمسابقة الخارجية وأخذت عليها موافقة من هيئة مسابقة بورسعيد،
تحت اشراف المستشار الاستاذ عادل مصلحي والاستاذ الدكتور عبد الكريم صالح، وتم قبول الترشيح لاني قدمت طبعا سي في خاص بالاجازات اللي حصلت عليها وكذلك المسابقات المحليه والدوليه برضو اللي اخذتها في مصر، فتم قبول الترشيح وانهاء اجراءات السفر وسافرت الحمد لله. قعدت في روسيا اسبوع وكانت المسابقه على 3 ايام والحفل كان في اليوم الرابع. طبعا كانت المنافسه كويسه جدا والمستويات كانت متقاربه، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا التوفيق بالمركز الثاني. نعم. طيب محمود، عاوزين نعرف بقى ابرز المنافسين من الدول الاخرى واكثرهم حفظا للقران على مستوى 70 دوله المشاركه في هذه المسابقه. هو اكثر حاجه لفتت انتباهي هو حرص الاعاجم والاجانب على حفظ القران حفظا متقنا باحكام التجويد والحروف العربيه السليمه، رغم انهم في الكلام الطبيعي ما كنتش عارف اتكلم معاهم بالعربي. يعني حتى انا اذكر كان اسمي بينطقوه محمود، يعني حرف الحاء يعني، لكن يجي يقراوه في القران يقراوه حاء عربيه اصيله بها كل الصفات والمخارج الصحيحه. فكان ابرز واحد فيهم متسابق اسمه الشيخ موسى سليمان من دوله الشيشان تبع روسيا برضه، وده اللي اخذ المركز الاول. واكثر متسابق لفت انتباه المحكمين كحلاوه في الصوت واحد اسمه الشيخ محمد يوسف برضه من طاجكستان تبع روسيا. فما شاء الله المسابقه كان فيها خير كتير، وخاصه يعني على مستوى الناس الاعاجم ودول افريقيا، يعني اتقانهم للقران حفظا وتلاوه وتجويدا وتاثرهم الواضح بالمشايخ المصريين زي الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط، ده شيء يشهد لمصر لانها دوله القران طول عمرها يعني وستظل ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طيب محمود، قول لي يعني وانت رايح المسابقه كنت شايف نفسك هتقدر توصل لهذا المستوى المتقدم ما شاء الله، يعني ده المستوى التاني على مستوى العالم؟ والله هو كله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا كنت موصي الوالده تدعي لي وتكثف في الدعاء يعني، والحمد لله الواحد بس اجتهد في المراجعه واستعان بالله. وقبل حتى المسابقه قبل ما ادخل على التسميع كنت واخد كده فتره ان اعمل ريلاكس نفسي، يعني ريلاكس نفسي كده يعني استرخاء نفسي، والحمد لله دخلت يا ربنا وفقنا ان انا ما اغلطش في الحفظ خالص واني ادي باداء كويس يشرف مصر، والحمد لله على كل حال يعني. الحمد لله. طيب محمود، يعني انت طالب في كليه الطب، يعني احد كليات القمه تحديدا اللي ليها خصائص كده خاصه بيها تحديدا، وفكره المذاكره المستمره عندكم، اعتقد المذاكره يعني لا تتوقف دائما عند طالب كليه الطب حتى بعد التخرج. ازاي كنت بتجمع ما بين حفظك للقران والحرص المستمر على احكام التجويد والتلاوه تحديدا في، يعني برضو هي عمل ليس باليسير او بالسهل، ازاي كنت بتجمع ما بين القسمين دول او الشقين دول تحديدا؟ هقول لحضرتك على حاجه، هو اصلا بدايه تجويدي للقران يعني التجويد اللي هو المتقن كان جوه كليه الطب. لينا طبعا الكليه ما شاء الله فيها نماذج كتيره جدا من حفظه القران المتقنين، فانا تعرفت على صديق يعني كان اكبر مني في الكليه وطلبت منه نقعد مع بعض في مسجد الكليه، فعلا كنا بنلتقي ساعه اسبوعيا. نعم. قعدت معاه لمده 2 سنين يعني لحد ما خلاني اتقنت القران حفظا وتجويدا ومراجعه، فيعني جوه الكليه يعني المرحله اللي حضرتك بتدور عليها دي انا وصلت صحبه لها الخير زي ما بيقولوا كده. بالظبط كده، بالظبط كده. وبعدها حتى في بلدنا برضه في اهتمام بالغ، قتلنا مشايخ من القاهره، قلنا لحد عندنا في 100 خاقان، فبرضه الواحد استغل الفرصه انه ما يضيعش فرصه زي دي من ايده. وفعلا برضه كنت التقي بيهم يوم اسبوعيا، ساعه اسبوعيا، قعدت معاه مده 3 سنين يعني، فبرضه فرق معايا في مستواه جدا، فربنا اللي بيبعت لنا الخير لحد عندنا. طيب محمود، هل انت يعني في قراءات عديده للقران الكريم، هل انت يعني حافظ قراءات مختلفه؟ الحمد لله يعني، بس برضه لازلت مرحله الدراسه يعني ما اقدرش اشترك حاليا في مسابقات للقراءات، دي مرحله لسه متطوره ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وكان قدوتي فيها، قدوتي في موضوع القراءات هو استاذ دكتور عندنا في كليه الطب، يعني هو استاذ في الطب وجمع بين الاستاذيه في الطب والدراسات العليا ما بين دراسه علم القراءات، فهو اكتر حد مشجعني على الموضوع ده. ما شاء الله. طيب يعني طيب. بس قولي يا محمود، طيب في مسابقات تانيه مستوى معين حابب توصل له؟ اكيد طبعا، يعني اود المشاركه في مسابقات دوليه اخرى سواء في مصر او خارج مصر والحصول على المركز الاول في المرات القادمه ان شاء الله. طيب محمود، يعني هل في قراءه تانيه او قراءه تانيه للقران الكريم انت بتجدها حاليا؟ رواية أخرى إن شاء الله. طب نقدر إن احنا ناخد يعني ما تيسر من الآيات البيانات منها كده نسمعه؟ ماشي.
ماشي. إن شاء الله أقرأ من سورة مريم ده برواية ختاما بقى، السوسي. اتفضل. طيب ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. هذه تلاوة من سورة مريم برواية الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري أحد الرواة العشرين وأحد القراء العشرة للقرآن الكريم. يعني ما شاء الله عليك وربنا يفتح عليك، بجد أنت نموذج ملهم ومشرف، يعني كلنا فخورين بالإنجاز اللي حققته، وبنتمنى أن أكيد تكون معنا ضيف في برنامج صباح الخير يا مصر في يوم جمعة بقى عشان نستمع لي يعني هذا الصوت العذب. طالب محمود خالد سويد الفائز بالمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة القرآن الكريم، بنشكرك لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وألف مبروك مرة تانية.